السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علامة الفنون البصرية إيمان الشيخ. نبدأ يا حبيبتي. أول حاجة قمة الشهر المشاركة، القمة الأسبوعية الأمانة، رؤية المدرسة، إعداد فتيات وتعليمات، مبدع القادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه مستخدما التكنولوجيا الحديثة. موضوع تشتغل النهارده يا حبيباتي عن سيادة المستضيف. أهداف تشتغلنا يا حبيباتي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على الأشكال الهندسية والخطية، ده الهدف المعرفي. ثاني حاجة أن تدرك الطالبة القيمة الجمالية للتصميم، ده الهدف الوجداني. ثالث حاجة أن تقوم الطالبة برسم كف اليد وتلوينها بالألوان المناسبة، وده الهدف المهاري. مصطلحات الدرس النهاردة يا حبيباتي، أول حاجة الأشكال الهندسية. أشكال هندسية ليها أربع أشكال، أول حاجة المثلث ليها 3 أضلاع، المربع ليه 4 أضلاع متساويين، المستطيل حيث المستطيل له 4 أضلاع، ضلعين متساويين وضلعين متساويين. رابع حاجة الدائرة على شكل دائرة. طب احنا عارفين نيجي على المصطلح التاني يا حبيباتي، هي الأشكال الخطوط. أشكال الخطوط في 6 أشكال، أول حاجة خط مستقيم، تاني حاجة خط الممول، تالت حاجة خط لولبي، رابع حاجة خط حلزوني، خامس حاجة خط منحني، سادس حاجة وآخر حاجة خط منكسر. الأشكال طبعا عندكم جنب في الصورة اهو. السؤال الأول، ضعي اسم الشكل أسفل الرسمة. يلا يا حبيباتي حلوا الأسئلة دي، عندكم 3 أشكال، اكتبوا الاسم تحت ايه، تحت كل شكل. السؤال الثاني، اذكري اثنان من اشكال الخطوط. يلا يا حبيبتي عايزه بس 2 من اشكال الخطوط. يلا شطور. الادوات المستخدمه في درسنا النهارده، اول حاجه هنستخدم الكراسه الرسم، ثاني حاجه القلم الرصاص، ثالث حاجه الممحاه، رابع حاجه المسطره، خامس حاجه الالوان الخشبيه او الفلوس. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ دلوقتي انا هرسم الكف. الكف هنرسمه زي مس، ادي كف في ايدي اليسرى، همشي فوقيها، همشي كده خططها، شايفين؟ همشي شايفين اهو، همشي فوقيها اهي كده. وبعد ما بخلص بعدلها، ما تخافوش يعني مثلا ادي كف هنا مثلا، عايز يتظبط شويه كده اهو، تمام. وبعد كده بنيجي هنا نقفلها كده بالشكل ده، بعد ما نخلص اهو قفلناها. ده عايز يتظبط شويه، مفيش مشكله، هنمسك نظبطها كده. بعد ما خلصنا رسم الكف هنعمل ايه يا مس؟ هنمسك انواع الخطوط اللي احنا خدناها وهنبدأ نشكل بيها الكف اللي احنا رسمناه. ازاي يا مس؟ كده يعني مثلا همسك الصابع ده، هعمل مثلا زي كده، اهو شايفين، هعمل خط منكسر اهو. نيجي على الصبع ده نعمله الشكل ده كده اهو، شايفين اهو. نيجي على الصبع ده مثلا نعمل شكل ايه مثلا، نعمل خط مستقيم
طبعا لو مش هتعرف تعملي خط بايديك انت نعمل نستخدم المسطرة، مفيش مشكلة، اهم حاجة الرسمة بتاعتها تبقى حلوة. هنعمل هنا مموج، خط مموج اهو شايفين. هنا ممكن نعملها بخط منكسر زي ده، مفيش مشكلة، يعني ممكن تكرر الشكل عادي. اهو بعد ما خلصنا الصوابع اللي احنا عملناها بانواع الخطوط، هنبدأ نعمل هنا مثلا اشكال هندسية. عايز تعمل مثلثات، عايز تعمل دوائر، عايز تعمل مربعات، اي شكل انت عايزاه. انا هنا مثلا هاجي اعمل ايه، هاجي اعمل دوائر، هعمل دورية هنا اهو، دورية هنا، دورية هنا، دورية هنا اهو. هاجي اعمل دورية صغيرة، مفيش مشكلة، تعمل اشكال الدوائر ممكن تعمل صغيرة كبيرة، احنا عايزين اشكال مختلفة. هنا دورية، هنا دورية اهو، دورية صغيرة، دورية صغيرة، بحيث نملى الشكل. هنا دورية، هنا دورية، بالتالي كده خلاص خلصنا. شايفين اهو. هنبدأ بقى ايه، احنا خلاص كده خلصنا رسمتنا، هنيجي نرسمها بالقلم الاسود الخشب او الخماصة براحتك، اهي الالوان تبعي القلم الاسود الخشب اهو. هخطط بالايه اللي احنا رسمينه ده، همشي هخطط يعني ايه مس، يعني هنمشي فوق القلم الوسط بالقلم الاسود اهو شايفين، اهو هنمشي فوق الخط اهو شايفين، بحيث ان احنا ايه ما نبينش القلم المصاص بتاعنا اهو شايفين. هنيجي بقى نلون، انا هلون مثلا ايه، هلون الصابع ده باللونين دول، كل واحدة لونها بلون. يعني مثلا اول حاجة هلونها بالبنفسجي، طبعا احنا عارفين التلوين في اتجاه واحد ما تكش اي فراغات بيضة اثناء التلوين اهو. تمام، بعد ما خلصنا الجزء ده هنمسك الجزء اللي تحتيه باللون الاخضر اهو، بحيث نغير في التلوين في الاشكال، مش نعمل الصبع كله بلون واحد، لا هيبان شكله وحش اهو شايفين، اهو التلوين في اتجاه واحد ما بيطلعش ابيض. نمسك البنفسجي اهو وهنبدأ ايه نلون. هنيجي للصبع ده هلونه باللون الازرق والاصفر اللي هو المدي على البني ده اهو. اول حاجة هلونه باللون الازرق شايفين، التلوين في اتجاه واحد ما نطلعش بره الشكل بتاعنا عشان الرسمة ما تبقاش حلوة، لو طلعتي بره الرسمة تبقى وحشة. فاهي اهو، التلوين في اتجاه واحد ما نسيبش فراغات بيضة اثناء التلوين اهو. هنيجي الصبع ده هلونه باللون ده بنفسجي والايه الاورانج كده اهو، بنفسجي اورانج. هلون صبع ده باللونين دول، الاصفر والاخضر الغامق اللي هو مدي على الزيت ده. هلون صبع ده باللونين دول، الاحمر والازرق الفاتح اللي هو السماوي. هاجي الون الدوائر اللي من جوه دي اهو، هلون الخلفية بتاعت اللون الأصفر الغامق ده أهو. كده خلصنا رسمتنا، خلاص رسمتنا أهو، التلوين صحيح، التلوين في اتجاه واحد، اختلاف في الألوان. نقابلكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حصة جديدة ودرس جديد. شكرا.